بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك يا ربي حتى ترضى، ونحمدك إذا رضيت، ونحمدك بعد الرضا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لصاحبها يوم القيامة ذخرى، وتحط عنه من ذنوبه وزرا، وترفع له عند ربه قدرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين، واحفظنا بما تحفظ به أولياءك العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، والتواصل معكم مستمر من خلال قناتكم، قناة سامراء الفضائية، ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة. نتواصل معكم على مدار أيام الأسبوع من خلال رسائل الاسم اس، ونتواصل معكم خلال دقائق الحلقة من خلال اتصالكم على الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام. توقفنا في مجموعة من الحلقات عند بعض سور القرآن الكريم وعند بعض آياته، وتناولنا بعض دلالاتها في قضية التفسير وفي مجال التعبير. وكانت الحلقة الماضية وقبل الماضية قد سلطنا فيها الأضواء على بعض المشاهد من سورة مريم عليها السلام، وهي امرأة صالحة تقية عفيفة نقية من سيدات نساء العالمين، ومشاهد التي تخص سيدنا زكريا أو سيدنا عيسى أو سيدنا مريم أو غيرها من المشاهد التي تضمنتها هذه السورة، مررنا عليها مرور الكرام، وتناولنا منها بعض الدروس في مجال التفسير والتعبير إذا جاءت في الرؤية. اليوم يعني أردت أن أتوقف عند بعض الآيات في القرآن الكريم بصورة عامة. لو رأى المسلم أنه يقرأ بعض آيات القرآن الكريم، هو يقرأها أو غيره يقرأها، أو رأى إنسانا قد مات يقرأ هذه الآيات، فما هي دلالتها في مجال التفسير والتعبير؟ من ذلك آيات الرحمة أو آيات العذاب. إذا رأى الإنسان أنه يقرأ آية من آيات الرحمة، فالله عز وجل ذكر آيات في رحمته بخلقه سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة. الآية الأولى عن سعة رحمته، والآية الثانية عن سعة مغفرته سبحانه وتعالى. أيضا في رحمته بعباده، سواء كان في الدنيا في توبتهم، في إنابتهم، في استغفارهم، في رحمته بهم وهم في ظرف الابتلاء والشدة والمحنة، في رحمته بهم في يوم القيامة في العرض والحساب إلى آخره. إذا رأى الإنسان أنه يقرأ آيات الرحمة، فهي إن شاء الله فيها بشارات له برحمة الله عز وجل له. وإذا رأى إنسانا قد مات فرآه يقرأ آيات، وسمعه يقرأ آيات أو يكتب آيات عن رحمة الله عز وجل، فهذه إن شاء الله أيضا بشارة بسعة رحمة الله عز وجل بعبده هذا الذي قد مات، فهي تدل على أنه إن شاء الله من أهل النعيم، وأن قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولا شك أن الإنسان إذا كان في روضة من رياض الجنة فهو من المنعمين، وإذا كان في حفرة من حفر النار فهو من المعذبين، نسأل الله العفو والعافية. فمن رأى أنه يقرأ آيات الرحمة أو يكتبها أو يسمعها في حق نفسه أو في حق غيره، ففيها دلالات على الرحمة إن شاء الله. أيضا آيات العذاب، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. آيات العذاب التي ذكر الله عز وجل فيها جهنم، وذكر الله عز وجل فيها غضبه وشديد عذابه وعقابه لمن عصاه ولمن كفر به، منها مثلا قول الله عز وجل:
في ذكر مشاهد من مشاهد يوم القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. هذه آيات عظيمة وجليلة، فمن رأى أنه يقرأ هذه الآيات ونحوها من الآيات التي تدل على العذاب ففيها يعني إشارة على أن هذا الميت هو من المعذبين، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان حيا ففيها إنذار له، ففيها إنذار له. مثلا قد يرى آية في عذاب المنافقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل طبقة وأسفل درك من دركات جهنم المنافقين. والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن في داخله الكفر، كما قال الله عز وجل في وصفهم في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقال في وصفهم في سورة المنافقين قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نسأل الله العفو والعافية. فإذا رؤيت هذه الآيات آيات العذاب يقرأها إنسان قد مات ففيها إشارات على أنه من المعذبين، نسأل الله العفو والعافية. وإذا رآها إنسان حي ففيها تحذير له، فإذا رأى أنه يقرأ آيات عذاب المنافقين ففيها تحذير له من أن يكون عنده صفة من صفات المنافقين، وصفاتهم كثيرة كما في مطلع سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة المنافقين وغيرها. أو مثلا صفاتهم المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا يا أخواني الكرام، من رأى إنسانا مثلا من الأموات يقرأ آيات العذاب ففيها إشارة أنه قد يكون من المعذبين، نسأل الله العافية. وإذا رآها إنسان حي، نسأل الله العفو والعافية، ففيها إشارات له، تحذير له من أن يكون من أهل العذاب. ولا شك أن رحمة الله واسعة، وأن مغفرة الله واسعة، وأن كرم الله واسع، وأن جود الله واسع لعباده. فهو الذي كتب سبحانه وتعالى كتابا منذ خلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. فهو الحليم، وهو الكريم، وهو الغفور، وهو الرحيم، وهو الودود، وهو اللطيف. سمى أسماءه سبحانه وتعالى بأسماء حسنى كثيرة تدل على واسع كرمه وواسع فضله وواسع جوده ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. هذا مثلا آيات الرحمة أو آيات العذاب. أيضا قد نرى آيات تدل على الإنذار أو آيات تدل على البشارة، فما كان فيها من الإنذار ففيه إنذار في حق الحي إن رأى هذه الآيات، وإن كان فيها بشارة ففيها بشارة في حق الحي إن رأى أنه يقرأ هذه الآيات. وكثيرا ما يرى المسلم أو المسلمة يرى رؤيا مثلا، أو حتى غير المسلمين قد يرون رؤيا مثلا فيها بشارات معينة فتأتي هذه البشارات، أو فيها إشارات معينة فتأتي هذه الإشارات، أو فيها إنذار معين فيأتي هذا الإنذار، سواء كان في عاجل أمره في دنياه أو في آجل أمره في أخراه، والله تعالى أعلم. أيضا بالنسبة للآيات، هنالك آيات فيها دعوة للإنسان، فيها دعوة للإنسان، يعني كما أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني هذه الآية ذكرت خمس أعمال ومهام من أعمال ومهام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعمال ومهام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هنا هذه الآية يعني ذكرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من يرى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا فلا تخلو الرؤيا من واحدة من هذه الخمس في الغالب، يعني إما أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، وإما أن يأتي مبشرا، وإما أن يأتي نذيرا، وإما أن يأتي داعيا إلى الله عز وجل، وإما أن يأتي سراجا منيرا ليدل إنسانا قد ضل طريقه فيدله على طريق الحق
أو إنسانا ضيع معالم يعني أمر معين فيدله بإذن الله عز وجل على حقيقة ذلك الأمر، والله تعالى أعلم. نعم أيها الأخوة الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات. معنا اتصال الأخت أم نور من الضلوعية، تفضلي. مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالأخت أم نور. شيخ، البارحة زوجي حالم بالحلم صايد 4 سمكات، يعني قاعد يتمشى على الشط وصايد 4 سمكات. نعم. اي يقول يعني اكو شط يعني مقابل بيتنا جوا هيك رايح عليه، يقول بالحلم انا نايم هيك وحلمت طلعت 4 سمكات وطلعتهم بشبك واخذتهم على البيت. نعم. اي يعني هذا الحلم مال يعني سمك. وانا يم البارحة بالحلم يعني نايمة هيك وجو 4 لابسين ابيض، قالوا يعني هيك قالوا هاي البنية لازم تطيح وقفة فوق بغرفة كلها بيضة، يعني انا ما مريضة ولا شيء، صحيح انا سحل من بس ما عندي خلفة يعني ما عندي اطفال. شنو قالوا عفوا هم؟ قالوا هاي البنية لازم تطيب، يعني خطية ما تبقى هيك بالحلم، يعني قالوا لي لازم انت تطيبين ما تبقى هيك، وبعدين صارت الغرفه كلها بيضة وهيك مثل الدنيا استوت بيا، ويعني وهيك فزيت من الحلم. سبحان الله. نعم، انت غير مريضه اخت ام نور؟ لا ما مريضه، بس يعني انا صار لي بال يعني انا بعدنا صحيح صغيره بالعمر يصحون ام نور بس ما عندي اطفال انا. سبحان الله ماشي. وزوجك شاف الرؤية مال 4 سمكات مو؟ اي اول حلم هو البارحة بالحلم قال نزلت بالشط وصدت 4 سمكات وبشبكة واحدة شايلهن يعني يقول. سبحان الله ماشي الحال اخت امور، ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. ولو داخل نعم. يعني هذا مال يعني 4 طبوا بغرفة هيك بيضة وقالوا هاي واحد من عندهم يعني مقطع وجهه بس قال يعني يقول دول الباقي نقول لهم هاي البنية لازم تطيب خطية نعم. تبقى هيك ماشي. هذه سجلناها ان شاء الله اخت امور، تسمعين الاجابة ان شاء الله. شكرا. مرحبا مرحبا حياكم الله. نعم معنا اتصال اخونا مروان من الموصل، حياك الله تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم اخوان؟ الحمد لله رب العالمين. حيا الله اخ مروان تفضل. شيخ، زوجتي شافت الحلم. نعم. هي بمكان بعيد يعني بتشول واخويا الكبير وواحدة من بيتنا بس ما يتذكر منو. نعم. قال اخوك كان يجيب صلايه ويخلي على كتفي وظهر، يعني شنو جاب اخوك؟ صلايه يعني سجاده. جاب سجاده. نعم. سجاده قال خلى على ظهري ويعني تقريبا ستر بي يعني هي الشغله. هاي الشغله شيخي. نعم خلى سجاده على ظهرك. ايه على ظهرها، يعني خلى على ظهرها هي السجاده، يعني ها سجادة خلاها على ظهر المرأة اللي كانت موجودة. ايه زوجتي شافت رؤية قال اخوك جاب السجادة على ظهري. جاب سجادة وخلاها على ظهر زوجتك. ايه. نعم ومنين منك شيخ. حياك الله اخ العزيز ان شاء الله تسمع الاجابة. معنا اخونا علي من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخ علي. شيخنا قبل تلك ايام. نعم. نعم. حلمت شو اسمه حياي 2 يمي. نعم. شطن عليه وفاني فزيت من النوم وقعدت يعني يعني بس هجمن عليك بس ما أذنك؟ لا بس هجمن. نعم ماشي الحال، تسمع الإجابة أخ علي حياك الله. ممنون علي. مرحبا مرحبا حيا الله أخوي علي. نعم. نعم أيها الأخوة الكرام، هذا قلنا بخصوص مثلا الآيات إذا جاءت فيها يعني آيات الرحمة أو آيات العذاب، آيات البشارة أو آيات مثلا الإنذار، هنالك يعني مفردات أخرى ودت أن أشير إليها بالنسبة للقرآن بصورة عامة. يعني هنالك أمور تدل على القرآن الكريم، مثلا إذا رأى الإنسان أنه يلبس في الرؤيا تاجا، إذا رأى الإنسان أنه يلبس في الرؤيا تاجا فهذا فيه إشارة من الإشارات على أنه قد يكون من حملة القرآن أو قد يكون من أولاده، يعني ولد يحمل القرآن، مع أن التاج يفسر بغير ذلك. فالتاج أيضا قد يفسر في حق المرأة بالزواج، لكن في حق الرجل قد يدل على أنه يحمل القرآن أو على أن بعض أولاده يحمل القرآن. معنا اتصال. نعم أخت أم حارث من أربيل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا على طول أحلم أني أخلف،
يعني دائما احلم هذا الحلم. صيدين شنو عفوا؟ عفوا شيخ، عشان اقنس يعني مكنافه واقنس. تكنسين؟ نعم. اي دائما شيخ هذا الحلم اشوفه، يعني هذا الاسبوع حلمت مرتين اني. نعم. نفس الرؤيه ام حارث تتكرر؟ لا 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 شيخ. اي نعم. يعني الباحة حلمت اقنس بشلون الشارع اقنسيت. نعم. واي شيخ ويعني شلون الشارع نظيف وهاي. اي وقبلها هم حلمت يعني مي وكنسته وهذا اللي تراب العفو. اي نعم. وكنسته وهاي طرمة شلون تسلسل. نعم. اي شيخ اي شيخ على طول هذا الحلم يعني يتكرر، مثلا دائما التراب على طرمة واجيب المي واقنسه شلون يعني بالمكنافة واغسله. البارحة لا الشارع يعني انا بالمنام كنسته. عفوا ام حارث شنو تشتغلين حضرتك؟ ربة بيت. ما عندك اطفال؟ لا شيخ عندي طفلين. عندك طفلين؟ اي نعم. ما عندكم ديون؟ نعم. ما عندكم ديون؟ بل والله شيخ. اكو ديون؟ اي احنا نازحين شيخ. اي لا عندنا ديون. ما دام نازحين اكيد اكو ديون. نعم. اي والله. زين عفوا ام حارث الله يحفظك. عندك استغفار يعني دائما اكو فد ورد من الاستغفار تستمرين عليه؟ اي شيخ الحمد لله كل شيء الاستغفار انا مسويته في سبيل افك الدين. الحمد لله الحمد لله خير ان شاء الله. تسمعيني الاجابه ان شاء الله. يعني شيخ هذا الشارع كبير حيل، شايفته انا هذا الشارع انا بالحقيقه انا شايفه منطقتنا يعني قبل من بالانبار. نعم. شيخ هذا الشارع عام، الشارع العام الجزره الوسطيه شلون باعتبار علي اني انا الكنيسه شلون يعني مقسم، وهذا المكان أنا كنست عشان يعني حفظي هاي وأنا كنستها بالمنام. نعم. إن شاء الله تسمعين الإجابة إن شاء الله أم حارث إن شاء الله. حياكم الله. معنا اتصال أخونا عبد الإله من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي عبد الإله. يا أهلا وسهلا شيخنا. شايف أنا رؤيتي أنا الأثنين ورا صلاة الصبح. ما شاء الله. نعم. الرؤية الأولى شفت والدي بجامع، فجيت قلت له اليوم خير والدي ايش عندك هنا؟ قال والله جبت طليان اثنين نريد نصوم مولود للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والآخر الرؤية وفزيت ماكو لا الطليان ولا نجامع ولا اكو شيء. والرؤية الثانية افطر بالقرية مالتنا نازح. نعم. طبعا بالقرية مالتنا افطر لام تقريب قونيتين افطر. نعم. ايه فهم نفس الرؤية. فزيت ما لقيت لا القواني ولا افطر. نعم. وهاي شيخنا. عفوا والدك على قيد الحياة لا متوفى اخ عبد الاله؟ شلون شيخنا؟ ابوك يعني على قيد الحياة ام متوفى؟ لا لا على قيد الحياة. الله يطول عمره ان شاء الله ويرزقه حسن الخاتمة. ماشي الحال تسمع الله. الاجابة ان شاء الله. الله مرحبا اخي. حياك الله. معنا اخونا وليد من زاخو تفضل. حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخ وليد. الله يسلمك. استاذ بدون زحمه انا والدك توفت قبل شهر تقريبا. الله يرحمها ان شاء الله. نعم. الله يسلمك. وخالتي لقيت شافت حلم امي جت على حلم بالحلم يعني جتها وقالت لها يعني تروحين على الحج على ابويا. نعم. قالت لها تروحين على وليد. نعم. وصتها يعني وصتها خالتي قالت تروحين على الحجي والدي. ايه. وقالت لها يعني دير بالك على الوليد خلي عينه عليه. عليك انت مو؟ اي والله. وخلي عينك على ابوك يعني؟ لا هي يعني خالتي هي يعني الحجية الله يرحمها يعني مثل ما يقول وصت خالتي يعني تروح على ابويا. ايه وبعد؟ وانا شفت حلم ثاني يما راحت عليها بوست ايديها بوست راسها ولزمت ايدي وجابتني يما ابويا وراحت. والدك على قيد الحياه؟ الحمد. ابوك على قيد الحياه اخ وليد؟ بلي على قيد الحياه كل واحد. انت شفت امك يعني سلمت عليك وبعدين جابتك لابوك؟ سلمتني يما ابويا وراحت. زين شلون علاقتك ويا الوالد؟ والله الحمد لله زين. ساكن وياك ساكن ويا انت؟ لا والله انا بغير بيت. بغير بيت، شلون تواصلك وياه؟ اكو صلة رحم؟ والله يعني يوميا رايح علي يوميا يعني من سنة الحجية ما شاء الله يعني على قيد الحياة يوميا اروح عليهم، ماكو يوم اذا ما اروح اطلع من الشغل وبوجي عليهم انا. ما شاء الله عافية عليك عافية عليك، ماشي الحال اخ وليد تسمع الاجابة ان شاء الله ان شاء الله. الله يسلمك رحم الله عليك. حياك الله، نعم معنا اتصال من كركوك. اخت ام همام تفضلي. اهلا السلام عليكم. ام همام تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
السلام عليكم همام. حياك الله أم همام، حياكم الله. نعم. أنا عندي حلم من صديقتي تقول دائما أحلم، تقول ثلاث مرات أحلم، هي من الزوجة تقول أحلم بالحلم حامل، وتقول ويجيني طفل، يعني لما أجيب تقول أقول لهم سموه يوسف، تقول ثلاث مرات، تقول أخير مرة حلمت إنه أنا بشارع وأريد أجيب، وهمي تقول بالشارع جتي سيارة علي وضربتني بحصة وطشر الحصة علي، وتقول أنا هم كنت حامل، وقلت لهم هم بس أجيب سموني يوسف، ودائما يعني هاي حلم ثاني، دائما يعني أم زوجي تحلم تقول أحلم بمرض مو زين. يعني أم زوجك تحلم بشنو؟ تحلم بيها مرض مو زين، تقول أحلم بيها سرطان هيك. يعني هي تحلم مرض بيها هي لو بيج؟ بيها هي. نعم. وعندي حلم ثالث ولا طولت علي. صديقتي حلمانة بزوجي تقول كان ياكل عسل بإيده، يعني بالأبهام مالت إيده. نعم. حلمت زوجك أنت؟ زوجي أنا يعني تقول ياكل عسل بالابهام مالت ايده. نعم. ايه ويعني الصراصر بالحلم عندي سمك. نعم. معنا اتصال. نعم من الانبار، من معنا؟ الاخت سجى من الانبار تفضلي. الاخت سجى تفضلي من الانبار. نعم. شيخ أنا دائماً أحلم أقرأ سورة الفاتحة. نعم. فمرة فترت لي بنتي اللي إنه راح أعمل بقت بزمن. نعم شنو قالت لك الإمرأة؟ قالت لي إنه راح تأخذين واحد غني. راح تأخذين واحد غني؟ إيه يعني واحد غني مادياً وحلو. نعم. انا عم اقول شيخ واحلم اقرا ايه وقت البيوت من ابوابها. تقرأين الايه؟ ايه اقرا ايه وقت البيوت من ابوابها. نعم. اخت سجى عفوا حضرتك عندك رؤيه بعد؟ نعم. عندك رؤيه بعد؟ لان حابه اسالك. ايه نعم اختي. لا خلي اسالك قبل ما تذكري رؤيه مال اختك. يا اخت سجى اختي دعت حلم تقرا الزاني والزانية. لا يعني الآي. نعم. ايه صوت النور. نعم معروف. نعم. نعم شكرا شيخ. عفوا يا اخت سجى اسالك سؤال عفوا. حضرتك ما متزوجه؟ نعم. مو؟ ايه غير متزوجه. ما متزوجه، ما اكو مشروع زواج او خطوبه؟ أكو بس ماكو موافقة. يعني التواصل رسمي لو غير رسمي؟ لا غير رسمي. أكو تواصل بس غير رسمي. نعم. نعم أختك شلون التزامها؟ يعني زين، إحنا يعني نصلي والحمد لله مو متزوجة هني. يعني حجاب؟ أكو حجاب؟ نعم نعم. ماكو اختلاط أو تبرج؟ لا لا. نعم خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله، حيا إن شاء الله. نعم. نعم معنا اتصال. أخونا أبو ضرغام من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخوي. شيخ ما شلونك صحتك؟ الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك يبارك بك أخي، تفضل. الله يسلمك ويعزك بارك الله بك. وبيكم حياكم الله، نعم أخي العز. الشيخ أنا فلاح ونازح. فلاح ونازح. ان شاء الله انت ما دام فلاح ان شاء الله تصير مرتاح ان شاء الله. الله يسلمك ويعزك بارك الله. نعم حياك الله يا اخي. شيخ رحت للعرض مالتي فشفت خير بيها كثير يعني. ما شاء الله. نعم. فجاء يعني على هيئه يعني بشر صغير يعني قصير القامه يعني. لقيت بيها خير كثير وبعدين شفت بيها انسان يعني؟ على هيئة إنسان يعني صغير هيك يعني. نعم. مو مشراني يعني. نعم. فأنا ضربته، فالأهل اليمي قالوا ليش تضربه؟ قلت لهم أنت ما تعرفون هذا شنو. نعم. فضربته راح قام
راح مسافه، قلت له ما اريدك الا اتصل انت وواحد يعني هم شراني كشيء ما يتور ما اريد اذكره. نعم. اقطعك صراحه يا غادي تكمل الوصاخه مالته قام يتوسخ نفسه وحتى يشرب من نعم. من الوصاخه مالته راح انهزم. النوم امشي شفت حيه يعني خاشه بطنبول بالجحر مالها باقي من عدها توالي، اخذت الكرك وربطتها قصيتها والمره بديل مالها. نعم. سحبت النوم قصيتها من النص اخر شيء لزمت الراس مالها وكسرته كامل. نعم. قلت الحمد لله ارتاحت يعني. نعم. فبهاي الحاله انا قعدت على صلاه الفجر. ان شاء الله خير. نعم. هذا انت اصلا فلاح اخونا ابو ضرغام مو؟ نعم نعم. متزوج عندك اطفال؟ نعم نعم عندي اطفال. ما عندكم مشاكل يعني بقضيه اسقاط او كذا بالنسبه للاطفال؟ والله اكو صارت يعني مشكله واحده. مره واحده يعني لو اكثر؟ لا لا واحده. ان شاء الله خير، تسمع الاجابه اخ ابو ضرغام ان شاء الله، حياك الله. نعم. نعم أيها الأخوة الكرام، وردتنا مجموعة كافية من الرؤى. قبل التفسير والتعبير كالمعتاد نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الكرام. وردتنا مجموعة من الرؤى توقع هي كافية إن شاء الله لهذه الحلقة. قبل التفسير نقول اللهم إنا نسألك أن تجعل ما رأوه خيرا، ونسأل الله أن يجعله خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه. نبدأ بالتفسير مستعينين بالله عز وجل ومعتمدين عليه. معنا كانت أول شيء الأخت أم نور من الضلوعية تقول بأن زوجها عفوا اصطاد أربع سمكات ثم جاء بها للبيت، أربع سمكات وجاء بها للبيت، وهنالك رؤية ثانية ذكرت فيها أن أربع أشخاص يعني دخلوا عليهم وثم رأوني وكانوا يلبسون ملابس بيضاء ويقولون هذه المسكينة يعني لازم يعني تشافى أو تتعافى، ثم تحولت الغرفة إلى لون أبيض علما أنني غير مريضة لكن ليس عندها أطفال. نقول يا أخت أم نور أنار الله بصرك وبصيرتك بطاعته وقربه وحبه سبحانه وتعالى. الرؤية الأولى إن شاء الله تعالى هي عبارة عن أرزاق يقدرها الله عز وجل لكم، ونرجع ونقول أنه قضية الأرزاق لا تعني يعني المال أو الطعام أو الشراب فحسب، وإنما هو باب واسع، ونسأل الله أن بمنه وكرمه أن تكون هذه الأربع سمكات هي ذرية طيبة الله عز وجل يقدرها لكم، وقد يكون هنالك دلالة من خلال يعني قرائن. القرينة الأولى هي قرينة الأرقام وهي أربعة في الرؤية الأولى وأربعة في الرؤية الثانية. المهم الأربعة في الرؤية الأولى، وثاني شيء يعني السمكات أيضا جاءت بالمؤنث، لكن الله عز وجل هو عالم الغيب سبحانه وتعالى، لا ندعي علم الغيب ولا نخوض في شيء من التفاصيل، لكن نقول هي أرزاق يقدرها الله تعالى لكم، قد تكون ذرية وقد تكون غير الذرية، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يرزقكم إن شاء الله ذرية صالحة طيبة مباركة يا أختنا أم نور. الرؤية الثانية هي أنه جاء هؤلاء الأشخاص الأربعة وبهذه الملابس البيضاء وذكروا هذا الكلام الذي يخص الأخت أم نور علما أنها غير مريضة، علما أنها غير مريضة، يعني قد تكون هذه الرؤية فيها إشارة للمرض، ولا يعني المرض يا أخت أم نور أن يكون المرض فقط عضويا، فهنالك مرض عضوي وهنالك مرض نفسي وهنالك مرض يعني روحي، وكل مرض من الأمراض له شفاؤه، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء، وأمرنا بالتداوي، لابد أن نتداوى، فالأمراض العضوية لها علاجها، الأمراض النفسية لها علاجها، والأمراض الروحية أيضا لها علاجها، وأقصد بها مثلا الأمراض التي قد تستوجب مثلا الرقية الشرعية الخاصة مثلا بالعين بالحسد بالسحر بغيره
لا ضير، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيا أخت أم نور، مثل ما تأخذين بالأسباب المادية المحسوسة والملموسة كالذهاب إلى الأطباء والمراجعة المختصين بقضية الإنجاب وضعف الإنجاب وأسباب ووسائل الإنجاب، هذا أمر مشروع. في نفس الوقت هنالك أسباب أخرى معنوية وأساسية وضرورية، منها مثلا يعني الرقية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، لأن لها دور إن شاء الله طيب ومبارك في قضية الإنجاب. فالقرآن شفاء، الله عز وجل أنزله شفاء، فلا ضير أن نستشفي بالقرآن وأن نطلب الشفاء من الله عز وجل بتلاوتنا لآيات القرآن الكريم وسماعنا لها. هذا أمر. الأمر الآخر الإكثار من الاستغفار، وأنا حين أقول الإكثار من الاستغفار أن نكثر منه، لأنه الاستغفار لا يؤتي ثماره، الاستغفار لا يؤتي ثماره إلا بالإكثار والاستمرار. يعني نكثر الاستغفار ونستمر. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا من ضمن يعني الأرزاق البنين الذي يأتي ببركة الاستغفار. أيضا كثرة العبادة، يعني إشارة مثلا سيدنا زكريا في مطلع سورة مريم مثلا، ماذا فعل سيدنا زكريا؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال ثلاثة ليال سوية. فخرج من إلى قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إذن سيدنا زكريا كان عنده برنامج عبادي مكثف من الصلاة والركوع والسجود وذكر الله عز وجل، التسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أكثرنا منها أيضا لها دور إن شاء الله في قضية الإنجاب والذرية، الاستغفار وقضية العبادات بصورة عامة بما فيها قضية الأذكار. ومن بين هذه الأذكار أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بها يعني تزول الغموم وتنجل الهموم وترحل الأحزان وتأتي السعادة ويأتي الخير بإذن الله عز وجل ببركة صلاتنا على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أختنا أم نور. إذن هذه يعني تذكير ببعض الأمور التي لها دور في هذا، والله تعالى أعلم. كان معنا أيضا أخونا مروان من الموصل يقول بأن زوجته رأت رؤيا أنه قد ذهب إلى مكان بعيد وكان معه أخوه الكبير ومعهم امرأة إلى آخره، يعني هم هي زوجته كانت موجودة وأخوه الكبير، ثم أن أخاه الكبير قد جاء بالسجادة فوضعها على ظهر زوجتي، زوجة الأخ مروان وضع السجادة على ظهرها. أقول يا أخونا مروان، يعني لا أدري، يعني وددت أن أسألك بعض الأسئلة، لكن السجادة فيها يعني لو أخذنا الوضع اللفظي اللغوي للسجادة يعني أن نستنبط منها قضية السجود، وكذلك قضية يعني انحناء الظهر سواء كان في قضية الركوع أو خضوع الإنسان أكثر في قضية سجوده لله عز وجل ويعني صلاته لله عز وجل، فالسجادة تدل على السجود. فأنا أقول يا أخ مروان، قد تكون هذه الرؤيا فيها إشارة لكم بالمحافظة على الصلاة وبالإكثار من السجود، لأن الإنسان يعني الله عز وجل قريب منا، لكن إذا أردنا أن نكون قريبين من الله عز وجل ربنا ماذا قال؟ فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فإن كانت عندكم هموم غموم مشاكل أسرية مشاكل عائلية، عندكم ديون أي شيء، عندكم ذنوب تريدون أن تتخلصون منها يا أخونا مروان، أنت وزوجتك عندكم تأخر بالإنجاب تأخر بالذرية، هذه فيها إشارة أن تكثروا من الصلاة بصورة عامة من السجود بشكل خاص، وأن تدعوا الله عز وجل في سجودكم وفي غير سجودكم حتى تنكشف الغموم وتزول الهموم ويجيب الله دعاءكم ويحقق رجاءكم. هذا والله تعالى أعلم. على العموم قضية السجادة ووضعها على الظهر فيها إشارة إن شاء الله على قضية يعني السجود لله والتقرب من الله عز وجل بهذه العبادات الطيبة والله أعلم. كان معنا أخونا علي من صلاح الدين يقول رأيت قبل 3 أيام أن يعني على مقربة مني حيتين فهجمتا علي لكنهما لم تؤذياني، فأقول يا أخونا علي نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياك
وأن يحفظنا وإياك من شر الإنس والجن. فالحية يعني تدل على عدو قد أراد أن ينال منك بأذى، لكن الله عز وجل كفاك شرهم ودفع عنك مكرهم بإذن الله عز وجل. فإذا أردت حصنا حصينا وسورا منيعا وحافظا يحفظك ويكلأك ويرعاك فالجأ إلى الله عز وجل، فالله عز وجل في رحابه وفي ظلاله أنت آمن حين تتحصن بالأذكار، حين تكثر من يعني ذكر الواحد القهار، حين تكثر من الصلاة، من قراءة القرآن، تكثر من العبادات، ويعني تترفع عن المعاصي والمنكرات، عند ذلك يحفظك رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وإذا كان عندك أي شيء تريد أن تأمن عليه، على نفسك، على أولادك، على عرضك، على أموالك، فاجعله وديعة عند الله عز وجل، عند ذلك تطمئن عليه. يا أخونا علي والأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، يعني أم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أرادت أن تأمن على ابنها الرضيع، أن تأمن على ابنها الرضيع، الله عز وجل وجهها، ألهمها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. الله أكبر. يعني الأم حين تخاف على رضيعها تلقيه في الشارع، تلقيه في النهر، تلقيه في البحر، يعني هذا خلاف المألوف. لكن الله عز وجل يريد أن يبين لنا في كتابه أننا إذا أحسننا الاعتماد عليه والتوكل عليه وأحسننا الظن به وتفاءلنا خيرا وجعلنا أعراضنا وأموالنا، بيوتنا، أنفسنا، عوائلنا وديعة عند الله، عند ذلك يحفظهم الله عز وجل. يقول العلماء لا يضيع من له أب فكيف يضيع من له رب. يعني أبوك حين يحيطك بعنايته، برعايته، بحنانه، بإحسانه، أنت تحس أنك في مأمن. أمك أكثر من ذلك بعد، لكن إذا غابت أمك وأبوك، ربك سبحانه وتعالى موجود، سبحانه وتعالى هو الذي يتكفلك، هو الذي يكلأك ويرعاك. فالله عز وجل حفظك من شر هذين العدوين يا أخونا علي. نقول أم موسى ماذا قال الله عز وجل لها؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال العلماء هذه آية واحدة احتوت على أمرين ونهيين وبشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه أمر، ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهي، إنا رادوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين بشارة. كان معنا الأخت أم حارث من أربيل تقول دائما أرى في الرؤيا أنني أكنس وأنظف، أنظف البيت، أنظف الشارع، أنظف أماكن كثيرة. ولاظر يا أخت أم حارث طبعا للإشارة أنه كثير من النساء عندهم هوس بقضية التنظيف، يعني دائما مع معجون التنظيف وصابون التنظيف والسائل ويعني عدة التنظيف موجودة، فتنظف البيت في اليوم أكثر من مرة، والشارع ويعني الشرفة والمكان عند الباب دائما. أكو ناس يعني هكذا، لكن مع هذا الرؤية حقيقة بما أنها تتكرر معك ففيها إشارات طيبة. أنا سألتك أنه قد يكون عندكم ديون، فقلت نعم هنالك ديون، وكلنا عنده ذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فدائما قضية التنظيف تدل على الطهارة الحسية والمعنوية. إذا رأيت أنني أتوضأ، إذا رأيت أنني أغتسل، إذا رأيت أنني أغسل ثيابي، إذا رأيت أنني أطهر بيتي أو أطهر الشارع أو إلى آخره أو أنظفه، فهذه إن شاء الله دلالات طيبة يا أختنا أم حارث، تدل على أن هذا الإنسان حريص على طهارة نفسه الحسية والمعنوية. رب العالمين ماذا قال؟ قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه عملية تنظيف، الحسنات تنظفنا من السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها، السيئة الحسنة كفيلة بمحو السيئة. وهذا من كرم الله عز وجل ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في قضية التطهير والكفارة. الابتلاء مثلا تطهير من الذنوب، مثلا الجوع تطهير من الذنوب، فقدان الأقارب والأحباب تطهير من الذنوب، الخوف تطهير من الذنوب، التشريد والتهجير تطهير من الذنوب، فهي مطهرات كثيرة. أيضا قد تكون عندنا ديون ونريد أن نتخلص منها، فهذا دليل على أننا نعمل أعمال إن شاء الله هي كفيلة بسداد هذه الديون، ومن ضمنها الاستغفار. وأيضا قد تكون عندنا ذنوب، إما كبائر تحتاج إلى توبة، وإما صغائر تحتاج إلى استغفار وإلى أكثر من الطاعات، عندها تكون كفيلة بالطهارة. فهي رؤية طيبة يا أخت محارث، وأرجو أن تتنبهي لما أشرت إليه. كان معنا الأخ عبد الإله من صلاح الدين
يقول أنه بعد الفجر رأيت والدي في جامع فقلت له ماذا تفعل هنا؟ فقال أتيت بخروفين لأصنع مولد للرسول صلى الله عليه وسلم ثم استيقظت. وأيضا رأيت في رؤيا أخرى في قريتنا أنني يعني أجني الفطر في كيسين. أيضا استيقظت بعد الفجر فلم أرى من ذلك شيء. نقول يا أخونا عبد الإله، الرؤية الأولى التي تخص والدك يعني أطال الله في عمره ورزقه حسن الخاتمة، يعني أنت رأيته أول شيء في المسجد، وأيضا سألته عن عمله فقال عندي خروفين يعني أصنع منهما يعني مولد للرسول صلى الله عليه وسلم. ولست في صدد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع يعني من حيث التأصيل الشرعي ومن حيث المجال الفقهي، لكن أشير إلى ذلك إشارات. رؤية المسجد إن شاء الله هي رؤيا خير، على اعتبار أن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا رأى الإنسان المسجد أو رأى إنسانا في المسجد ففيها إشارات كثيرة، من ضمنها يا أخونا عبد الإله من ضمن هذه الإشارات هو على توحيد الله عز وجل، لأن الله عز وجل أفرد المساجد له فلا يعبد فيها سواه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فيتحقق العبادة والتوحيد لله عز وجل خارج المساجد وفي المساجد. أيضا الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فإذا أيضا المسجد فيه إشارة، إذا رأى الإنسان نفسه في المسجد أو غيره في المسجد إن شاء الله هو إنسان قد يكون قلبه معلق بالمساجد، يحافظ على الجمعة والجماعة، يكثر من ذكر الله عز وجل. أيضا المسجد يدل على روضة من رياض الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فله دلالات طيبة كثيرة، لكن إذا أخذنا الدلالة الأولى مع ما تبقى من الرؤية يا أخونا عبد الإله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فقضية مثلا يعني الخروفين وقضية ذبحهم مثلا كمولد للرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم مطالب بالاتباع للابتداع، يعني أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء من هذه الشريعة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فنحن لا نفرح بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم في السنة، نحن كل يوم نطيع فيه محمد صلى الله عليه وسلم، نتخلق فيه بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، نتبع ولا نبتدع، نحن في فرح، نحن في عيد، نحن في سعادة. لكن أن يختزل العام كله بيوم نسميه عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بيوم نسميه مثلا عيد الأم، بيوم نسميه عيد الأب، بيوم نسميه عيد المعلم، هذا ليس حبا لهم، وإنما هذا أننا اختزلنا يعني 360 يوم من السنة نختزلها بيوم واحد نفرح فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأم أو مثلا بالمعلم وبقية الأيام نتركهم، لا. فكل يوم نحيي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن قد احتفلنا به واحتفينا به. والله عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم نحن نفرح بمحمد صلى الله عليه وسلم، بولادته، بهجرته، بسيرته، بسنته صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين تولى الخلافة يعني ابنه عبد الملك قال له يا أبتي ما ضر لو حملت الناس على الحق جملة واحدة، فوالله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. قال يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب، ما ضر أباك أن لا يمر عليه يوم إلا وأحيا فيه سنة وأمات فيه بدعة. هكذا كانت سيرة ومسيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فأيضا هذا بالنسبة لإخونا عبد الإله من صلاح الدين. الفطر إن شاء الله الذي جمعته في كيسين هو أيضا رزق، يعني رزق من الله عز وجل يقدره لكم إن شاء الله تعالى. كان معنا أخونا وليد من زاخو يقول بأن أمه ماتت قبل شهر، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنته. فخالته رأتها فقالت قالت اذهبي إلى زوجي، يعني أمه قالت لخالته اذهبي إلى زوجي وأوصتها به خيرا، أوصتها به خيرا. يا أخونا وليد هذه في هذا الرؤية فيها إشارة طيبة إن شاء الله على حسن تبعل أمك لأبيك إن شاء الله وعلى إرضائها له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ربط يعني
رضا الله عز وجل برضا الوالدين أيضا ربط رضا الله عز وجل برضا الزوج برضا الزوج. فلا بد أو ينبغي عفوا للمرأة وللزوجة أن تحسن التبعل لزوجها وأن تنظر إلى مثل نفسيته، إلى ما يحب، إلى ما يكره، حتى تسعى في إرضائه قدر المستطاع، لأن رضاه موصول برضا الله عز وجل ما دام ذلك في حدود طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهي رؤيا طيبة. وأيضا رؤيا أخرى أنها سلمت عليك وقبلتك ثم أخذتك من يدك وذهبت بك إلى أبيك، كأنها فيها رسالة طيبة يا أخونا وليد. هذه الرسالة ما هي؟ أنك هي دعوة لك في بر أمك وأبيك. ونحن دائما نقول البر لا ينتهي بموت الوالد والوالدة، بل هو مستمر بعدهما. وإذا أردت أن تجرب إنسانا يعني يوصيك بالبر، سل إنسانا مات أبوه أو إنسانا ماتت أمه، حتى يخبرك أنه يعني حزين على مدار العام وعلى مدار الشهر وعلى مدار اليوم وعلى مدار الساعة، لأنه قد أغلق يعني في وجهه باب من أبواب الجنة، لأنه حرم فرصة سانحة من فرص الخير، لأنه ذهبت عنه يعني ذهب عنه موسم من مواسم الطاعة. أحد الصالحين دفن أمه فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال لقد كان عندي باب من أبواب الجنة مفتوح فأغلق هذا الباب في وجهي. فكأن أمك تقول لك يعني أنا مت. فإذا أردت أن تواصل مسيرة البر يا أخونا وليد من زاخو، فهذا والدك فالزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما جنتك ونارك، وقال عن الأم قال الزمها فإن الجنة تحت رجلها. أحد الدعاة والعلماء ذهب في سنة من السنوات إلى الموصل، فلما عاد إلى بغداد قيل له أين كنت؟ قال كنت في الجنة. قالوا وهل هنالك جنة في الموصل؟ قال نعم. قال كنت عند أمي أقبل قدمها. وأحد الصالحين أمضى ليله يعني يغمز قدمي أمه، يعني فرك رجليها، وخاله يصلي قيام ليل كل الليل حتى أصبح. قال بات خالي يصلي الليل كله، يقوم الليل، وأنا أغمز قدمي أمي، فما وددت أن لي ليلة خالي بليلتي. يعني ليلة خالي مو أفضل من ليلتي، هو يصلي لله عز وجل، لكن أنا أفضل مقاما لأني بت أغمز قدمي أمي، يعني أدلكهم من تعبها حتى ترتاح وحتى تنام. نعم يا أخونا وليد، فهي إشارة من أمك ووصية أنه يعني عليك ببر والدك، لأن برك به هو جزء من برك بأمك رحمها الله بواسع رحمته إن شاء الله. أيضا كان معنا أخونا أم همام أو همام من كركوك، تقول يعني رأت رؤيا لصديقتها ثلاث مرات تحلم أنها حامل ويأتيها طفل وتقول سموه يوسف، حتى أنها في مرة رأت الرؤيا أنها قد يعني ولدت في الشارع وهي أيضا تقول سموه يوسف. نقول يا أخت أم همام، يعني هذه صديقتك هي غير متزوجة قلتي، يعني هذا الحمل هو أصلا كما قلنا أن الحمل قد يدل على الحمل الحقيقي والولادة، قد يدل على الزواج على اعتبار أنه ثمرة من ثمار الزواج لحياة في الدين، وهذا أقرب شيء للواقع، ويدل على أن الإنسان يحمل في داخله هما، ولا شك أنها قد تكون يعني مثلا مهمومة وتتطلع إلى مستقبل طيب ومشرق، أن يقدر الله عز وجل لها زواجا بالحلال فتستقر وتنجب الذرية، ففيها إشارة طيبة. أما قضية الاسم هي غير ملزمة، لكن فيها دلالات، مثلا سورة يوسف فيها دلالة لصديقتك الغير متزوجة أن تستعف، وهي إن شاء الله من العفيفات، لأن الله عز وجل قال فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكان من سيد هؤلاء العفيفين الأطهار الأخيار في زمانه مثلا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان فيها إشارة أنها تصبر وتحتسب وتستعف حتى يأتيها الله عز وجل بالخير والبركة والرزق وتتزوج وتنجب الذرية والله تعالى أعلم. كان معنا أيضا الأخت أم همام من كركوك تقول أن أم زوجها رأتها نفسها أنها مريضة مثلا بالسرطان، نسأل الله العفو والعافية. يعني قد يكون هذا يعني من باب حديث النفس، على اعتبار أن الناس بدأت تتوجس وتخاف من هذا المرض، لكن على العموم قضية المرض في الرؤيا، المرض في الرؤيا إما أنه يدل على الكفارة، على اعتبار أن المرض النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يصير على الأرض وليس عليه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فالابتلاء هو تطهير للإنسان،
من ذنوبه ومعاصيه حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. فهذه يعني رؤية طيبة. وقد يكون يعني المرض يدل نسأل الله العافية على النفاق، لأن الله عز وجل قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإن كانت أم زوجك يا أختنا أم همام يعني هي إن شاء الله من أهل الصلاح والتقوى، فهذا دليل على الكفارة، يعني أن الله عز وجل قد يقدر لها أمور تكون سبب في كفارة، أن تكون كفارة لذنوبها ومحو سيئاتها بإذن الله عز وجل. وإن كان غير ذلك ففيها إشارة لها مثلا على المحافظة على الصلاة، قراءة القرآن، على ذكر الله عز وجل وغيرها من العبادات. أيضا والله تعالى أعلم، تقول أختنا أم همام هذه حقيقة لا يحضرني شيء فيها، لكن الحلوى أو العسل بصورة عامة قد تدل على القرآن، على أن الإنسان هذا من أهل القرآن أو من حملة القرآن، أو على أنه يطلب العلم، أو على رزق على اعتبار أنه رزق. والعسل بذاته إما أنه يدل على أن زوجك يعني يتناول العلم، أو أنه يعني يحفظ القرآن أو شيء من القرآن الكريم، أو أنه يستشفي بالعسل على اعتبار أن الله عز وجل ذكره في القرآن أنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه الشفاء للناس. كان معنا الأخت سجى من الأنبار، رأت أنها تقرأ سورة الفاتحة، وامرأة تقول لها يعني ستتزوجين رجل غني وجميل. نعم، فنقول يعني أن سورة الفاتحة سورة عظيمة جليلة، من رأى أنه يقرأها فقد تكون من اسمها الفاتحة أن الله يفتح عليه بخير. وفيها دلالات أخرى أنه من أهل الحمد والثناء على الله عز وجل، أنه من أهل الحمد والثناء على الله عز وجل، أو أنه من أهل الدعاء، لأن الله عز وجل ذكرها في الحديث القدسي وذكر في نهايتها يعني ذكر في نهايتها هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت قد تسألين الله وتلحين بالدعاء يا أخو السجى بقضية معينة، فكأن هذه السورة فيها إشارة وبشارة طيبة على أن الله يستجيب لك، والله تعالى أعلم. وأتوا البيوت من أبوابها، قلت يا أخو السجى أن أختك ترى أنها تقرأ هذه الآية أو أنت، فسألتك أكو مشروع زواج، قلت نعم، التواصل رسمي أم غير رسمي، قلت غير رسمي. هذه الآية فيها تحذير لك أن يكون التواصل من الأبواب وليس من الشبابيك، من الأبواب وليس من الشبابيك، حتى لا تكونين أنت ضحية هذا التواصل ثم يعرض عنك هذا الشاب فيتواصل مع غيرك. إن كان صادقا فيما يريد فليتقدم إليك ويطرق الباب ويخطبك بطريقة مشروعة، والله تعالى أعلم. بقي عندنا اتصالين، هذه ممكن نأجلها إن شاء الله للحلقة القادمة، اليوم الاتصالات كثيرة ونحن أيضا استرسلنا في الكلام. ممكن نستأذن أخونا أبو ضرغام نكمل بالحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام، بهذا نكون قد أجبنا على أغلب الرؤى، بقيت عندنا رؤية أو رؤيتين نجيب عنها في الحلقة القادمة، على أمل أن نلتقي في لقاء قادم يتجدد معكم بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.